الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهنيئاً لنا بكم يا من قدمتم تريدون رضا الله وترغبون في الحصول على أجره وثوابه، وتؤملون أن تكون لكم الدرجات العلى في جنان الخلد. وهنيئاً لكم بأن هيأ الله لكم السبل وقدمتم إلى هذه المواطن الشريفة تريدون ما عند الله جل وعلا. ونحمد الله أن جعلنا ممن يجتمع على عمل الخير، فنجتمع على دراسة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لكم بذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فضل الله علينا أن جعلنا نجتمع لنتدارس شيئا مما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نستمع لشيء من هذه الأحاديث. يسر الله أمركم وغفر الله ذنوبكم ورفع الله درجاتكم. تفضل أيها القارئ، جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة وهو يصلي بين يدي الناس، فحكه بيده ثم انصرف وأقبل على الناس، فتغيظ على أهل المسجد فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه في الصلاة، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً، وفي لفظ نخامة أو نخاعا، قال: في جدار القبلة، يعني في جدار المسجد الذي يقع جهة القبلة، والقبلة في المسجد النبوي كانت جهة الجنوب، وهو يصلي، أي حال كونه يصلي إماما بالناس، فحينئذ سعى لتنظيف المسجد من ذلك، فحك ذلك البزاق حتى حته وأزال أثره، ثم التفت على الناس بعد أن نظف ذلك المكان، وأقبل عليهم بوجهه فتغيظ على أهل المسجد، أي أظهر عدم رضاه بهذا الفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن، أي لا يتنخمن ولا يبزقن ولا يخرج مخاطا قبل وجهه، أي جهة قبلته في الصلاة، فإن الله قبل وجهه، وفي لفظ حيال وجهه إذا صلى. وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم، أي إذا أخرج بصاقا أو بزاقا أو نخامة، فليبزق على جهة اليسار. فهذا الحديث فيه النهي عن البصاق في المسجد، والأمر بتنظيف المساجد وتهيئتها، والحذر من أي شيء قد يلوث المسجد ولو كان من الأمور الطاهرة. وفي الحديث من الفوائد أن العبد المؤمن يصون المسجد من بزاقه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يحتاج إلى إخراج البصاق أن يجعله بين طرفي ثوبه، قال: أو أن يجعله
تحت قدمه عن جهة يساره. ومن فضل الله عز وجل في عصرنا الحاضر أن وجدت من أنواع المنظفات من المناديل ونحوها ما يجعل الإنسان ينظف بيوت الله جل وعلا ولا يمسها بشيء مما يكرهه الناس ويترفعون عنه. وفي الحديث استحباب تنظيف المساجد وتطهيرها، ولو كان ذلك الأذى صادراً من قبل الآخرين. وفي الحديث توجيه إمام المسجد، وهكذا الإمام الأعظم لمن في المسجد بما يعود عليهم بالنفع، ولو كان في ذلك شيء من رفع الصوت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. هذا الحديث أيضا يدل على معنى ما سبق، وفيه تطهير المساجد وتنظيفها مما يتنزه عنه. وفي الحديث أن لجدار القبلة الذي يكون أمام الناس من المكانة ما ليس لغيره، لأن الناس يستقبلونه في صلواتهم. وفي الحديث مشروعية تطهير المساجد من الأذى الذي يحدثه الآخرون. وقوله في الحديث السابق فتغيظ على أهل المسجد، ترجم له الإمام البخاري فقال رحمه الله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم في الصلاة فلا يتنخمن قبل وجهه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها. لم قوله هنا رأى نخامة، هي مما يخرجه الإنسان من فمه من آثار ما يكون في أنفه في جدار المسجد، أي قد تنخمها أحد فألقاها على الجدار. قوله فأخذ حصاة، يعني حجرا، فحكها، أي حك النخامة وحتها وأزالها وأزال آثارها. ثم قال: إذا تنخم، أي أخرج أحدكم نخامة وهو في الصلاة، فحينئذ لا يخرجها قبل وجهه ولا يتنخمن أو يبصقن من جهة الأمام. ثم بين أن الله تعالى يناجي العبد ما دام يصلي، وهكذا نهاه عن البصاق والنخامة عن يمينه، وعلل ذلك بأن عن يمينه ملكا. وكما تقدم معنا أن هذا الحديث فيه النهي عن النخام والبصاق في المسجد، والأمر بتطهير المسجد من ذلك، وفي هذا النهي عن البصاق عن جهة اليمين. وظاهر هذا الحديث أن البصاق الذي يكون عن اليسار هذا إذا لم يكن الإنسان في المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه لا يتنخم في المسجد في أي جهة، وإنما يراد بالحديث أنه لا يتنخم أمامه ولا عن يمينه في أي موطن. وأما عن اليسار فإنه يتنخم عن يساره إذا لم يكن في المسجد ولم يكن عنده أحد. وكانت مساجدهم في الزمان الماضي من التراب، فيأخذون البطحة فيفرشون بها المساجد، ولذلك قال بعضهم بأن هذا الخبر يشمل حتى ما كان في المسجد على أن تدفن، كما سيأتي في الحديث الذي
بعده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، فقوله هنا خطيئة يدل على النهي عن البزاق والبصاق والنخامة في المسجد مطلقا، عن أي جهة يتجهها، سواء أمامه أو عن يمينه أو عن شماله أو تحت رجله، ما دام في المسجد فإن جميع ذلك خطيئة. وإنما يراد بالحديث السابق لما قال تحت قدمه اليسرى، يراد به إذا كان خارج المسجد. وفي الحديث النهي عن البزاق في المساجد والأمر بتطهيرها، وفيه أيضا الأمر بالسعي في تنظيفها، في تنظيف المساجد وتنقيتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قوله في هذا الخبر هل ترون قبلتي، أي هل تشاهدون الجهة التي أتوجه إليها وأنتم في صلاتكم؟ ثم قال: لا تظنوا بأنني لا أشاهد أحوالكم. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خاصية أنه يلاحظ أحوال من وراءه في خشوعهم وفي أدائهم لأركان الصلاة، ولذا قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الإمام يعظ الناس متى رأى منهم مخالفة أو عدم إتمام للصلاة. وفي الحديث أيضا ذكر القبلة وأنه يتوجه إليها، وفي الحديث الترغيب في الخشوع في الصلاة وإتمام الركوع، وفي الحديث عظة الإمام المأمومين لإتمام صلاتهم، وفي الحديث أن العبد ينبغي به أن يستحضر أنه في صلاته يقف بين يدي ربه جل وعلا يناجيه ويعرض عليه ذكره وأموره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: أقيموا الركوع والسجود، فوالله الذي نفسي بيده إني لأراكم من ورائي إذا ما ركعتم وسجدتم كما أراكم. قوله هنا صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلى بهم إماما يتقدمهم في الصلاة، فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر، وهو الموطن الذي يخطب عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر الذي صنع من الأخشاب ووضع على درجات ليرقى فيشاهده المصلون ويستمعون لكلامه. فقال في الصلاة وفي الركوع: أقيموا الركوع، أي أتموه وأدوه على كماله وتمامه. وهكذا في السجود قال: فوالله الذي نفسي بيده، يقسم بالله تعالى، إني لأراكم، أي أشاهدكم، من ورائي، أي من خلفي، من وراء ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم كما أراكم. ففي هذا الحديث فضل الإمامة في الصلاة، حيث كان يتولاها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث وضع المنابر في المساجد لتلقى عليها الخطب والدروس والمواعظ. وفي الحديث استحباب رفع المنبر ليتمكن المأمومون من مشاهدة من يصعد عليه. وفي الحديث الترغيب في إتمام الصلاة وفي أدائها بإكمال الركوع والسجود. وفي الحديث
جواز قسم الإنسان بالله تعالى ولو لم يطلب منه القسم إذا أراد تأكيد الكلام. وفي الحديث خاصية النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يشاهد من وراءه وهو يصلي. وفي الحديث أن الإمام يعظ المأمومين والحاضرين في المسجد من أجل أن يقوموا بإتمام الصلاة. وفي الحديث التأكيد على إتمام الركوع والسجود. وفي الحديث بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ باليمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت أرسلها من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من سابق. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق أي جعل مسابقة بين الخيل ليعرف من هو الذي يسبق الخيل ويصل أولاً قبلها. وقد قسم الخيل إلى قسمين: قسم الخيول المضمرة وهي التي أجاعها أهلها ليخف لحمها فتكون حينئذ ممن يتحمل السير لمسافة طويلة بسرعة، والنوع الثاني الخيل التي لم تضمر وهي التي لم تجوع، فهذه لا تتحمل المسافة البعيدة. ولذلك جعل مضمار النوع الأول قرابة الخمسة أميال، خمسة أميال، وأرسلها من الحفياء مكان في المدينة، وأمدها أي نهاية السباق ثنية الوداع وهي في شمال المدينة. وهذه الثنية يودع فيها من يريد أن يسافر إلى الشام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك دخل منها. والنوع الثاني من أنواع السباق، السباق بين الخيل التي لم تضمر ولم تجوع، وابتدأها بالثنية ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وذلك في مسافة ميل واحد. فالأولى جعل أمدها خمسة أميال وهذه في ميل واحد. قال ابن عمر: وكنت في من سابق أي في من دخل المسابقة. ففي هذا الحديث جواز المسابقة على الخيل وجواز وضع الجوائز في سباق الخيل، وفي الحديث تجويع الخيول بما لا يضر بها من أجل السباق، وفي الحديث أيضا تحديد مواطن من مواطن المدينة النبوية. وفي الحديث أن الخيل التي تمت إجاعتها يجعل لها أمد أعلى وأطول ممن لا يكون كذلك. وفي الحديث تسمية المساجد ونسبتها إلى من بناها أو من يسكن حولها، ولذا قالوا مسجد بني زريق. وفي الحديث فضيلة تلك المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي الحديث أن ابن عمر كان قد بلغ مبلغا لا بأس به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، ورزقكم الإنابة إليه والتوبة بين يديه، كما نسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات في المساجد مع الجماعة، وأن يجعلنا من الملازمين
لأداء السنن الرواتب، كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا من التقوى والخير والهدى، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يسبغ عليهم نعمه، وأن يصلح أبناءهم وبناتهم، كما نسأله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر كل من أراد بهم سوءا أو شرا، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرهم لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.